قال وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان في مؤتمر صحفي إن مهرجان جرش الذي سيقام في 18 من شهر تموز المقبل سيحرص في دورته الحالية 34 على إبراز دور الفنان الأردني من خلال مشاركة عدد كبير منهم. وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أن نحو 1500 أردني سيشاركون في هذه الدورة، منهم مسرحيون وشعراء وموسيقيون، إضافة إلى العديد من الفنانين الأردنيين والعرب، مشيرا إلى أن الساحة الرئيسية للمهرجان ستضم 25 فعالية لفرق شعبية، إضافة إلى عرض 25 فيلما. ويشمل مهرجان جرش كذلك عروضا فلكلورية تؤديها فرق محلية وعالمية وأمسيات موسيقية ومسرحية وغنائية، إضافة إلى ندوات ثقافية وفكرية تقام على المسرحين الشمالي والجنوبي. وصولنا لمدارس الأوس إس وعرض الفعاليات جرش برضو أعتقد هذا جديد هذا العام. أسعار التذاكر تقريبا شبه مجانية هو جديد هذا العام. تسهيل دخول وخروج الناس على المسارح جميعها أعتقد أيضا أشياء جديدة هذا العام. البطاقة الذهبية اللي بإمكان أي شخص يشتريها بيدخل فيها 4 أشخاص على كل المهرجان على كل الفعاليات ب100 دينار، يعني بتحكي عن حوالي دينار طلعش قيمة الاتفاقية للتذكرة. هاي يعني بعض الأشياء اللي معتقد جديد، بالإضافة للبرامج المتنوعة اللي يعني حين اطلع عليها راح تعرفوا قديش هي برامج إن شاء الله تكون مميزة تخدم الفكرة اللي إحنا كنا بننادي فيها. من حق المواطن الأردني يعني يتمتع بزيارة المواقع السياحية والأثرية والتنزه فيها هو وأفراد عائلته، طبعا من خلال عروض وأسعار مشجعة اقتصادية تناسب دخل المواطن، وهذه مناسب الآن بمعنى ندخل فترة الصيف وموسم المهرجانات وأول مهرجان جرش. هناك استعدادات قامت بها الوزارة ودارة الأثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، أولا من خلال توفير الموقع، المدرجات الشمالية والجنوبية والساحة البيضاوية ومدرج أرتيموس وغيرها من الفعاليات، توفير كل إمكانيات خدمات النظافة وتأهيل الموقع حتى يكون قادر على استقطاب الزوار الأردنيين والعرب والأجانب، وأيضا إعطاء فرصة لإدماج المجتمع المحلي من خلال عرض منتجاته والحرف اليدوية والصناعات التقليدية اللي بتعكس النسق الطبيعي لمحافظة جرش، لأنه هذا العام بدأنا نلاحظ بأن ما توقعه المراقبون والمتابعون للقطاع السياحي بأن أعداد الزوار والسياح القادمة من دول الخليج العربي ومن دول العربية بشكل عام والأجنبية بدأت تتوافد إلى المملكة بفترة الصيف وهي بنسب مرتفعة عما كانت في الأعوام الماضية، فنحن بدأنا من وقت بتجهيز المنتج السياحي حتى يكون قادر على استقطاب الزوار والسياح، ولا ننسى بالعروض التشجيعية للعائلات الأردنية بزيارة الموقع الأثري والاستجمام في الموقع الأثري وفي منطقة جرش، وأيضا المسارات السياحية إن كانت ينبوع المحبة أو الغزلان محمية الغزلان والصفصافة وأم جوزة والربط بين الموقع الأثري والحضري وغيرها من المناطق التي يستطيع المواطن الأردني أن يتمتع بها.